مجرد ان اللعيب بيعتزل، لا ده انت حضرتك بتخلق برضو كوادر اداريه في سن صغير، اداريه فنيه. ما هو ليه احنا ليه خدنا القرار ده يا كابتن؟ خدنا القرار ده لان الناس في مصر ما بتختارش الخامات او المهارات اللي موجوده او المواهب اللي موجوده من الاقاليم كتير، كلها من القاهره. والدليل على كده ان هو في ناس كتير بتبرز في مدنهم بس ما بيظهرش لما بيجي هنا بيلعب في الاهلي او الزمالك او كده. فعشان كده احنا مشكله ان الاولاد دول في سن اي سن، سن كبير حتى، بيلعب بالعزوه، لان هو ابن فلان والعمده مش عارف صاحبه وما اعرفش ايه. فاحنا خدنا قرار مركزي قلنا فيه ان لا احنا اللي بناخد قرار يا كاتحاد اللي وصل سنه كذا. فدي فتحت مجال كبير جدا للناشئين بتوعنا تطلع المواهب الجديده على مستوى العالم كمان، على مستوى الافريقي ثم مستوى العالم. وبعدين بدانا بقى نحط بعض القرارات برضو. من ضمن القرارات يا دكتور حسن مصطفى الاهلاوي بياخد قرار ضد الاهلي لما حضرتك اتنين لعيبه مميزين في نفس المركز بيلعبوا في نفس النادي ومنتخب محتاجه ممكن واحد ما يلعبش. احنا خدنا قرار اللي هو بقى ده بدايتها، خدنا قرار عشان يعني انا اساسا لما جيت في الجمعيه العموميه بتاع اللي انتخبتني قلت لهم يا جماعه انا عايز اركز على حاجه مهمه، اذا كنتوا عايزين انا اكون موجود انا مطلوب ان انت تساعدوني عشان ننجح. فانا النجاح بتاعي ما يفرقش معايا نادي ايه يكسب. بس مصلحه مصر اللي هو المنتخب. المنتخب، يبقى انا قلت لهم المنتخب ثم المنتخب ثم المنتخب ثم بعد كده الانديه. وفي بعض الاوقات كان في بعض القرارات بتتاخد يعني مثلا ايام الله يرحمه الكابتن صلاح سليم وكمال بيحافظ قرارات يعني هو الافضل ان هو الناس اللي هم في مجلس الاداره يطلعوا من انديه على سنة يبقوا رياضيين والرياضي بيطلع من نادي بس اهم حاجه ان انت تبقى فير وتنسى الفانيلا اللي انت لعبت ليها دي اهم حاجه بالنسبه وانا قاعد على ترابيزه القرار بنسى انتمائي. لا طبعا حتى حصل كذا كذا مره لان كان حصل بالصدفه كذا حاجه قرارات مش في صالح النادي الاهلي. من وقتها كان الكابتن ياسر لبيبو كان يعتبر ياسر بيبو كره اليد وقتها واتنقل من الاهلي علشان الزمالك راح للزمالك وقتها كان الهدف علشان لا هي دي مصر. هي دي احنا كنا خدنا قرار عشان المنتخب ما يبقاش فيه اتنين لعيبه في بوزيشن واحد يلعبوا في نادي واحد عشان ياخد فرصه يلعب اكتر عشان المنتخب يستفيد منه واخد بال حضرتك ازاي. فطبعا حصل الكلام ده مع ياسر لبيب وكان هو كابتن مصر واتشال من النادي الاهلي وراح نادي الزمالك لعب لنادي الزمالك وطبعا بس طبعا مش تعنت او ان احنا تحيز لا ده لمصلحه اللعبه فحتى من ضمن طبعا الناس اللي هم في اللي هو مجلس اداره النادي او الاعضاء مجلس اداره النادي طبعا شايفين حاجه مش طبيعيه في قرارات جديده وقرارات سنيه بتتاخد ف احد المرات الكابتن صالح بيقول لي يعني انت راجل اهلاوي بتاع. قلت له انا راجل اهلاوي وبقول على الملا ان انا اهلاوي لكن النادي الاهلي مش هياخد مني اكتر من حقه حقيقة. لكن انا مطلوب مني كاهلاوي ان انا احافظ على حق النادي الاهلي مفيش حد تاني ياخده لكن مش هجامل النادي الاهلي، لو جاملت الاهلي يبقى جامل الزمالك وهجامل صح. فدي اللي انا عايز اقول ده وبعدين كده احنا تربينا على هذا الكلام لان طبعا قصدي حقوق ناس يعني واخد شوف مثلا النادي بيصرف ويجيب مدربين وحكام قصدي ولاعيبه واخو وبعدين بعد كده